بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. جيل 2004، الجيل الفخم، الجيل الرائع. إن شاء الله هذا الفصل الدراسي الثاني راح نطلق مبادرة كتير جميلة، وهاي المبادرة راح تكون بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين بإذن الله مرة. راح تكون على شكل أوراق عمل أنبهك فيها للأخطاء المتوقعة إنك تعملها ضمن أي سؤال راح تحله وزاري، إن كان على الوحدة الأولى وهي التكامل وتطبيقاته، أو على الوحدة الثانية الإحصاء والاحتمالات. هاي المبادرة بدي أنبهك لأخطاء سهل جدا تخطأ فيها بناء على الخبرة الطويلة بالتدريس اللي امتدت نحو 22 عام بهاي السنة، وأيضا الخبرة بالتصحيح الوزاري، عشان أنبهك وين الأخطاء اللي احنا بنشوفها على مستوى طلاب المملكة جميعا، إن كان شمال، جنوب، وسط، شرق، غرب، هاي الأخطاء اللي بقع فيها طالبنا في التوجيه الأدبي. فلذلك حرصت إنه إيش أنبهك للأخطاء حتى أنت ما تقع لمثل هيك أخطاء، ورح نطرحها على شكل أوراق عمل. نشوف أول ورقة تعمل مع بعض ونقول بسم الله وعلى بركة الله ننطلق مع بعض في ورقة العمل الأولى. طبعا كله على أنماط إيش دائرة. الأولى بدي تكامل 4 على سين قوة سالب 3 دال سين. تمام، خليكم معي، احنا جهزنا مسرحنا وبدنا نقول بسم الله وعلى بركة الله. الآن احنا في التكامل معروف عنا ما في عندي مجال أكامل، في عندي كسر أو جذر، لازم أتخلص من الكسور والجذور قبل إجراء مين التكامل، إن كان غير محدود أو كان محدود. الآن بعض الطلاب بمخه انه اذا كان عندي كسر بحمل السين فوق وبعطيه اشاره سالب، هل هذا الكلام صحيح؟ غير دقيق 100%. لكن طلع معي ممنوع اكامل في كسر، نعم هاي تكامل، هاي الاربعة بنطلع سين فوق وبنعكس انا وانت اشاره القوه، اذا كانت الاس في المقام موجب بنطلع فوق بصير سالب، لو كان سالب شو عصير بموجب، يعني هون اعكس اشاره الاس. عندي هون ايش انا عندي؟ سالب 3، شو حيصير عندي؟ موجب 3. الآن رجع على الأشكال والقواعد اللي أنا وأنت مطالبين فيهم، تعال نكامل. 4 سين القوة بنزودها 1، بنقسم على الأس الجديد اللي هو 4، أكيد انسى حالك بس ما تنسى مين؟ الجيم. 4 مع 4 بتروح، شو ضل معي؟ سين قوة كم؟ 4 زائد جيم، وهي مسألتي بتكون انتهت. حتى تتطمن لو اشتقت لي هاي تعطيك 4 سين قوة 3. إذا أنا تكاملي 100% صح. تعال نشوف أي خيار معانا يا حلوي. كان بالنسبة لنا فرع جي، هذا الفرع رقم 1. تعال نشوف مع بعض فرع 2. فرع 2 تكامل الجذر التربيعي لسين قوة 3 دال سين، وسين أكبر من صفر، أكيد الجذور الزوجية لو بدي أعوض مستقبلا لازم أضمن أنه قيمة سين تكون موجب مش سالب. تمام، إحنا هون طلع جذر تربيعي، لو كان اشتقاق فيه قانون كنا نقول مشتقة ما داخل الجذر على 2 بالجذر نفسه، بس هذا تكامل، في التكامل زي ما نقول no way، ما في وسطات نهائيا، ما عندي وسطات، جميع الجذور تحول إلى أسس كسرية قبل إجراء التكامل. تمام، شوف مع بعض، شوف تمام يا هون يا حلوين، هاي تكامل، هاي سين قوة كسرية بدون أي تفكير، طلع هاي الداخل، الخارج أغلبك راح يكتب لي يا واحد، هذا كارثة، هذا كارثة. في طلاب بحاولون يقول لك هو صدق مش مكتوب إشي هون، صح مش مكتوب إشي هون، بس هذا إيش؟ جذر تربيعي، يعني رقم قديش هون؟ 2. نعم شايفين؟ صار عندي، أو خلينا نرجع على إيش هون؟ على 2. سين قوة كم؟ 3/2. جاهز ولا غير جاهز؟ أقول لك لا يا أستاذ متجاهز، قوة كسرية ما بتهم الأس، موجبة سالبة
كسرية للأمانة ما بتهمني كثير. تعال نكامل مع بعض. في طريقة سهلة للتكامل، سيم ثبت اجمع البصدة المقام اقلب زائد مين زائد جيم. هيك أنا كتكامل كحل أوكي 100% انتهى تمام. وهاي سديل عشان ما تزعلش منه. الآن طلع معاي 2 على 5 سين قوة 5 على كم؟ على 2. إذا هذا الشكل موجود 100% مش موجود مضطر إني أرتبه أكثر. تعال نشوف هل عندي هذا الشكل ولا لا. الحمد لله مش محول لجذور، فبتكون خيار إيش هون بالنسبة لنا؟ دال. راح تمر معنا أشكال ثانية كمان شوي. إذن 2 على 5 في سين قوة 5 على 2، نتأكد 2 على 5 100% احنا مكملين ايش صح يا حلوين. إذن هذا الفرع الثاني من الورقة الأولى مع بعض. وين 3 طالب مني تكامل 1 على 2 في الجذر التربيعي لسين دال سين. هون في تريك شوي بسيط وخليكم معاي ونشوف مع بعض. احنا دائما جاهزين. طلع اول اشي هون بالسؤال كم مصيبة؟ مصيبتين، كسر وجذر، كسر وجذر. اتخلص من مصيبة بصيبة. المصيبة الرئيسية هي الجذر، اتخلص من الجذر. يلا ساعدوني. هاي تكام، هاي 1، هاي 2، تمام؟ هاي سين. يلا الداخل على مين؟ على الخارج. الداخل هو مكتوب في شيء، يعني قديش؟ 1. طب الخارج مكتوب؟ لا. أي جذر مش عليه رقم شو معناه؟ 2. هون ببدأ التأليف في السؤال، ركز. هون ببلش تأليف الطالب وين؟ في السؤال، أوكي. بيجي طالب شو بقول لي؟ أستاذ ماشي. هاي طلع هون 2 سين قوة سالب نص دال سين. هاي إجابتك غلط يا أستاذ بدون أي نقاش. إذا بدك ترفع إلى عدد المائل دخل فيه فوق تحت أتركه. أنت مسؤول عن مين؟ تتعامل مشكلتي مع السين. هاي هي بس اللي برفعها، شايفين؟ هاي 1 وهاي 2 مالك دخل فيهم. أنت بترفع مين؟ بترفع سين يا صديقي العزيز. هاي سين. هون القوة ركز معاي موجبة ولا سالبة؟ ركز، موجب ولا سالب؟ موجب. لما طلعها فوق بعكس مين؟ إشارتها. تمام التمام. إذا الآن أنا شو سويت؟ أنا جهزت سؤالي. تعال نكامل، بس قبل ما نكامل خلينا نمسح الخرابيش اللي عملناها هون. يا الله. بنيجي مع بعض. العدد ابعد عنه. هاي العدد. سين جميل جدا. هلا ثبت اجمع، يلا ساعدوني اجمع، مش عارف سالب 1 زائد 2 عدد سالب وعدد ايش موجب بطرح وجهة الاكبر كم؟ 1. اقلب، انا راح نضرب بالمقلوب، اقلبوا لي هاي 2 على كم؟ على 1 زائد مين زائد جيم. قلنا انسى حالك بس ما تنسى مين؟ الجيم. خفت من الأعداد هاي، هاي نص ضرب 2 على 1، مش تبادل يا أستاذ، البسط بالبسط المقام بالمقام. 2 على 2 شو بتساوي لنا؟ 1. يعني هاي 1 سين قوة كم؟ نص زائد مين زائد جيم. الواحد لا يكتب، يعني سين قوة نص زائد مين زائد جيم. إذا هذا الخيار موجود شكرا ويعطي ألف عافية، مش موجود مضطر أكمل كحل. هتكمل كضع دائرة الخيارات بتجبرك تكمل أو ما تكمل. نشوف مع بعض في لا. إذن للأسف لا، نرجع نزبط مسألتنا. كيف نزبط مسألتنا؟ يا رب. طيب دائما هي الأس الكسري يحول إلى جذر. هاي سين هاي جذر وهاي زائد جيم.
طلع معاي. يلا هاي سين، هاي داخل واحد لا يكتب، هاي الخارج اثنين برضو لا يكتب. يعني شو معناها؟ الجذر التربيعي لسين زائد جيم، وهاي هاشتاج رهف الطوباسي. تمام يا رهف، واحلى تحية لجماعة أهلنا في أمعان وادي موسى بالتحديد. وين الخيارات؟ طلع عزازمة، طلع وين؟ كان معانا الخيار ألف. وهيك بنكون أنهينا فقر رقم ثلاث. نشوف مع بعض أربعة. يا تكامل سين على اثنين دال سين، سين على اثنين دال سين. أنا قاعد بنبهك لمشاكل ممكن نقع فيها وتركات بسيطة جدا. تمام، نشوف مع بعض. يلا شوف عشان اريحك وتريحني، سين على عدد، تخلي سين على الكسر. شوف لا تخلي سين نهائيا وين مع الكسر. هاي سين، هاي كسر. الالف فوق ولا تحت؟ بضل تحت. هون في اشي؟ لا، يعني واحد. تعرضت مسألتنا، هاي تكامل، ابعد السين، وهي دال سين، وهي الكسر. ماشي ماشي ماشي، حلو. هون الاثنين تحت، هاي تحت، في شيء قدام السين؟ لا، يعني واحد. صفه زي كيف بنكامل اثنين سين وثلاثة سين وأربعة سين، نص سين، عدد في سين، المعامل لا يكامل، بننزل العدد. هاي تمام، نشوف مع بعض. هاي سين، زود القوة حتى طب شو قوة هاي؟ واحد. زودوا له على قديش؟ اثنين، وقسم اثنين زائد مين؟ زائد جيم، كترتيب، اضرب هاي في هاي وهاي في هاي. سين تربيع، واثنين باثنين كم؟ أربعة زائد جيم. ممكن نشوف هذا الخيار، وممكن نشوفه سين تربيع، هاي الأربعة تحت، فيش شيء قدام السين زائد مين؟ زائد جيم. يا هذا الخيار يا هذا الخيار. كحل وقف هون، قطع دائرة حسب الخيارات الموجودة معاك. تعال نشوف السؤال ونشوف أي خيار مع بعض. يا رب. شايفين مكتوب هيو سين تربيع على أربعة زائد جيم، يعني الخيارات هي بتحكم إني وين أوقف، أكمل أو أوقف، الخيارات نفسها. فبنكون حريصين ومنتبهين وعلى مهلنا. طيب بدي أشوف، أوقف الكاميرا وأشوف كيف بدك تحلوا هذا السؤال. أقرأ لكم إياه. إذا كان باء عددا ثابتا فإن، يعني أوجد تكامل 6 باء تربيع دال سين يساوي. ما هي الخيارات قدامكم؟ بتمنى من الجميع يحل ويشوف يحل صح أو خطأ. تعال نشوف نقارن حلي بحلك. أوكي، تكامل 6 باء تربيع دال سين، أغلبكم فكر فيه كالتالي: 6 باء قوة 3 على 3 زائد مين؟ زائد جيم. اختصر 2 هون ب تكعيب زائد جيم. هل هذا الكلام اللي انا كتبته صح؟ يا شماتة ابلظاظ فيا، يا شماتة الاعداء فيا. وفي معي خزرانة راح اوريك واطبق عليك. اضرب كمان، عاوز اتوب، اذبحك. اضرب كمان، عاوز ايش؟ عاوز اتوب. هاي فضيحه. طب ليش فضيحه يا استاذ؟ انا بقول لك ليش فضيحه. هتطبق اني ازود للقوه واحد واقسم عليها، شو الرمز اللي هون؟ دال سين. تطبق فقط على السينات. عيد مره ثانيه، تطبق فقط على مين؟ على السينات. طب هل هاي سين؟ لا، إذا ما بقدر أزود القوة واحد. هون باء هون سين، مش زي بعض نهائيا. ما هي الباء؟ الباء عددا ثابتا، يعني هذا رقم، زي تكامل الخمسة، خمسة في الرمز، تكامل السبعة، سبعة في الرمز، تكامل النص، النص في الرمز. إذا هذا عدد 6 باء تربيع بكامل بالنسبة لمين؟ لدال سين، في سين زائد جيم. إذا انتبه، هذا خطر، خطر يا أستاذ، دير بالك. هاي
رسم لكم جمجمة، هاي جمجمة، وهاي ما شاء الله خطر الموت. شوف مين أحلى رسم من رسمكم، هاي دير بالك منه، خفاش يا حلو خفاش، دير بالك. إذا هذا سؤال خطير جدا، لأنه أغلب طلابنا راح يعمل الصورة هاي، وهاي 100% غلط. إذا شو الجواب؟ 6 باء تربيع في سين. ليش ما زودت؟ لأنه هاي باء وهاي سين مش زي بعض نهائيا، تطبق دال سين على السينات، دال صاد على الصادات. لو كانت مكتوبة دال باء نعم بكل حل صح. وصلت؟ بتمنى وصلت. اللهم بلغت، اللهم فشلت. نجيب مع بعض أي خيار. وين 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 وين؟ يا سلام، كان معانا الخيار ايش؟ باء. نجيب مع بعض 6 تكامل، 6 على جتا تربيع 3 سين زائد 4 دال سين. اوكي اوكي، ناخذ ملاحظه قبل ما نحل السؤال. طلع يا صديقي العزيز، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتبه، عدد على جتا، عدد على مين؟ اذا شفت الجتا تحت، ركز، تكلم عن حالتين، الجتا تحت، شو الجتا؟ وموجودة تحت. مثلا 5 على جتا تربيع سين تتحول 5، طلع اذا شفت الجتا تحت تحولها فوق طوالي قاطع، شو الاسس تبعت؟ 2 2. كانت مثلا عندي 5 على جتا تكعيب، طبعا مش هيجيك تكعيب بس هي للتوضيح، سين تتحول 5 مع اسها، شو تتحول؟ قاطع، شو قوتها؟ 3. يعني اذا شفت الجتا تحت، طلع الجتا شفتها في المقام بتطلعها فوق لقاطع، شو قوتها؟ 2، بظل 2. قوتها 3 3، قوتها 1 1، مع نفس القوة. إذا شفت، عيد مرة ثانية، إذا شفت الجتا تحت، شو شفت؟ الجتا تحت، شو بتطلع فوق؟ بتطلع فوق قاطع. طب لو وجدني يا أستاذ عدد على قاطع، مثلا 5، أنا مصر على 5 مش عارف ليش، قاطع 6 سين، العدد انساه. اذا شفت القاطع تحت شو بتحوله؟ جتا، يعني هذول عكس بعض تماما. الجتا تحت تطلع فوق ايش؟ قاطع. القاطع تحت شو بيطلع فوق؟ جتا. علم؟ سمعوني، سمعتوا؟ شفت الجتا تحت شو بتتحول؟ قاطع. القاطع تحت شو بتتحول؟ جتا. هاي بنسميها احنا بالرياضيات متطابقات بالادبي. ابصم واستمتع بعنا الله. طيب انا عندي هون، طلع شو عندي تحت؟ جتا، هاي عندي 6، هاي بتتحول لقاطع، شو قوته؟ 2، بضل 2. الزاويه لا تبلش فيها، يا سلام. الان نبدا نكمل، عدد في جيب، عدد في جتا، عدد في ابصر في ايش؟ بينزل عدد واكشنها مع العزاز، متري اكشن، نزل الزاويه كامل القاطع تربيع مش حافظه. طيب شو الاقتران اللي اشتقيته اعطاني قاطع تربيع؟ ظل. قسم على المعامل 3 زائد جيم، اختصر اختصر، شو بعطيني هون؟ 2 ظل 3 سين زائد كم؟ 4 زائد جيم. وهيك المسألة بتكون انتهت، وصلت اعتقد ان شاء الله تكون الفكرة وصلت اكثر مع الملاحظة هاي الخطيرة جدا، انتبه إلها يا أستاذ. تمام؟ نشوف مع بعض 2 في ظل. يا رب. في عندنا 2 ظل، نعم هي. كانت معانا الخيار ايش؟ ألف. نكمل ورقة العمل. طلع هاي شايفين؟ هسا حكينا عنه ولا لا؟ حكينا عنه ولا ما حكينا؟ هاي. شو عندي؟ قاطع. وين موجودة؟ تحت. إذا القاطع تحت تطلع فوق، طلع بتطلع فوق لوين؟ لجتها، مع المحافظة على القوة. يلا يلا، مش تقول اضرب كمان عاوزته، انتبه. ها يا رب، هاي شو تتحول؟ طلع هاي 5، هاي قاطع، شو بتقلب؟ جتها. الزاوية لا تبلش فيها،
يلا 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 اشوف يا حلوين كيف بدنا نغلط. يلا يا حلوين عدد في جاتا بتنزل عدد بنبدا الاكشن. اكشنها مع ابو العزازمه واحد ناقص خمسة سين. تمام الجتا شو تكامله؟ جيب. هاي جيب فيها حرف التاء؟ لا موجب. تقسيم معامل سين. سمعوني على ايش؟ وين معامل سين هي؟ على كم؟ على خمسة. شو رايكم؟ اكيد يا استاذ بدون اي نقاش غلط غلط. المعامل هون كم؟ سالب خمسة. انتبهوا يرضى عليكم. موجب خمسة مع سالب خمسة شو بعطيني؟ سالب واحد. جيب واحد ناقص خمسة سين. الكل زائد مين؟ زائد جيم. رح نشوفها. سالب جيب واحد ناقص خمسة سين. الكل زائد جيم. وانتهت المسألة يا رغد. هاشتاج رغد. كمان هاشتاج نرمين. يا نشوف وينها 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 يا حلوين. الخيار ايش؟ سالب ايوه كان إنا بالنسبة إنا الخيار جيم. نشوف فرع ثمانية. فرع ثمانية طلع معاي تكامل ستة جتا ستة سين في ظل ستة سين. نأخذ عليه ملاحظة. نأخذ عليه ملاحظة. يا رب. طلع أستاذ إذا شفت جوا التكامل جتا ألف سين في ظل ألف سين يحول قبل التكامل إلى جيب ألف سين. مستحيل تكون هاي مختلفة عن هاي. ما بيجيب لك إياها. اللي حاب يفهم ليش مثلا طلع معي مثلا هاي أنا بعرف أنه جتا طبعا هون ثم نكامل جتا ألف سين. أخذنا بصف سابقة أنه الظل هو عبارة عن جيب ألف سين على جتا الألف سين. باي 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 باي. شو النتيجة؟ جيب ألف سين. هاي تفسير. تفسير ثاني ظل ألف سين هو عبارة عن مين؟ جيب ألف سين على جتا ألف سين. اعمل ضرب تبادلي. شو بعطيني؟ ظل ألف سين في جتا ألف سين تساوي جيب ألف سين. إذا نحفظها وريح راسنا. جتا في ظل، ظل في جتا. شو بتحول؟ إلى جيب. هاي معامل. بشكل عام المعامل ابعد عنه. هاي تكامل ستة. جتا في ظل شو بتحول؟ إلى جيب. ستة سين دال سين. وين رجعنا؟ رجعنا على القواعد مين؟ الرئيسية. نعم. هاي المعامل انسى. يلا اكشنوها مع العزازمة. نزل الزاوية. تمام. الجيب شو تكامله؟ جتا فيتا اسلخ سالب. مش منسف اسلخ سالب. تمام على المعامل ستة زائد مين؟ زائد جيم. هاي محاي تروح. شو صفت معي؟ سالب جتا ستة سين زائد جيم. وهاي المسألة بتكون انتهت بإذن الله. نشوف مع بعض أي خيار. قلنا وين 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 وين؟ سالب. نعم سالب جتا ستة سين. فكان معنا الخيار ألف. نتأكد من كتابتنا مرة ثانية. سالب نعم مية بالمية. نرجع نشوف مع بعض فرع تسعة. هذا جديد عليكم يا حلوين. هذا جديد وكيوت. شوف مع بعض تكامل خمسة جتا خمسة سين في قاطع سين دال سين. راسي بتربع. راسي ايش؟ بتربع. بصير شرق وغرب وتلولحي يا داليو. بنضيع يا حلوين وتلولحي ايش يا داليو. شو بدي احكي؟ بعين الله. طيب نشوف مع بعض ملاحظة بعدين ما نشوف
أستاذ اثنين شو مقلوبه؟ واحد على اثنين ثلاث شو مقلوبها؟ واحد على ثلاث. طب واحد على أربعة شو مقلوبها؟ أربعة. الجتا سين شو مقلوبها؟ واحد على الجتا. شايفين هاي الجتا؟ واحد على الجتا معناها إيش؟ قبل شو حكيناها؟ قاطع. شو حكيناها؟ قاطع. أيوة. أي مقدار في مقلوبه شو بعطيني يا حلوين؟ واحد. إذا نحفظها، إذا اجتمعت جتا ألف سين في قاطع ألف سين تحول إلى واحد ثم نكامل. شفتم أحلاها؟ شفتم؟ شفتوا الكياتة بالسؤال؟ كياتة. عيد مرة ثانية. جتا في قاطع، جتا في قاطع، العدد في مقلوبه شو بتحول؟ إلى واحد ثم نكمل. هاي خمسة، هاي بقدرة قادر نحطهم بالخلاط نعمل كوكتيل، كوكتيل مرتب، شو بتحول يا أستاذ؟ إلى واحد. إذا شو صار سؤالي؟ خمسة دال سين، خمسة دال مين؟ سين. شو تكاملها؟ أكيد خمسة سين زائد مين؟ جيم. وهاي المسألة برضو بتكون إيش؟ انتهت يا عزام. ماشي حمزة يا عزام؟ قول يا رب. الجواب كان معنا إيش؟ ب. طيب هذا يا حلوين بدي أعطوكم إياه واجب. هاي واجب، هاي رقمي تبعثوا لي عليه 0797721499. وبستقبل إجاباتكم لفرع رقم 10، أقرأ لك إياه. إذا كان لام عددا ثابتا فإن يعني أوجد تكامل لام تربيع جتا سين في قاطع سين. دائما بنقول اصنع مجدك بيديك، فإنه لن يصنع مجدك إلا أنت. واستنونا في ورقة عمل جديدة. يعطيكم الصحة والعافية.